بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالإخوة الكرام. النهاردة بإذن الله تعالى زي ما حضراتكم شايفين كده، عايزين نتكلم عن تربية الخيار. تربية الخيار في البيوت المحمية أولا بيستلزم إن أنا أنزل الخيط بتاعي اللي حضراتكم شايفينه ده هو. الخيط ده هو بيكون طوله من الأرض حتى سلك حامل المحصول من 260 250 أو من 250 ل 270 سنتي. بنبدأ بعد الزراعة مباشرة أو الري، بنشرع في تنزيل الخيوط التربية. بننزل لكل نبات خيط، وبنبدأ عملية التأليم بتاع النبات بتاعنا. الغرض من العملية ده هي تنظيم وضع الثمار على النبات نفسه، تنظيم وضع الثمار على النبات نفسه. وقبل ما ندخل في عملية التربية لازم تعرف إن دي ورقة، تمام، وده الساق الرئيسية، تمام، وفيه محاليق العلقية ديت بتتشال عشان بتعمل لي إعاقة في الورقة، وبتساعد بتلف على الثمار أو الأزهار وهي صغيرة فبتخنقها، تمام. دي بنشيلها المفروض بمجرد ظهورها، وده طبعا أفرع جانبية. الأفرع الجانبية اللي هي اللي أنا ماسكها دي، ده فرع جانبي. بنزيل الفرع الجانبي. من وجهة نظري أنا المتواضعة، عندي 6 عقل اللي تحت دول. لو العقلة طولها 10 سنتي ببدأ أشيل كل اللي عليها. لو عندي الصنف بتاعي ملطي يعني ايه؟ يعني متعدد الثمار على العقلة الواحدة، ملطي فروت، وفي السنجل فروت يعني الثمرة على كل عقلة مطلعة ورقة والثمرة جنبها، تمام؟ طيب في الأصناف الملطي الثمار عندي كتير، فبشيل كل الأفرع الجانبية من الأول لحد سلك حامل المحصول، ما بسيبش أي حاجة خالص. الخيار بيعدي في الجنب التاني، باخده عقلتين على السلك وبنزله تاني برضه، ما فيش أي مشكلة خالص. أو ممكن ألم القمة النامية وينزل لي منها فرعين أنزلهم وبكمل دورة حياته على كده وخلاص، تمام. القصة بقى التانية، ال6 عقل دي في الأصناف الملطي اللي هو معانا ده، لو عندي الخيار غالي ممكن تسيبهم على اساس انك بتربي كويس، تمام. ليه؟ لان ال6 عقل دول لو كل عقلة عليها 3 ثمرة خيار، اعتقد ان هم بيجمعوا لي مبلغ كويس يعني، تمام. فبسيبهم في الاصناف الملطي. لو الخيار رخيص انا بشيل ال6 عقل اللي تحت عشان اربي نبات كويس او شجره كويسه. ابدا اخدهم بعد الخيار ما يطلع فوق بقى عند سلك حامل المحصول كنبات قوي كده، ببدا اخدهم اهو. بنشيل اي فرع جانبي، بنسيب بس حاجتين اتنين، الورقه والثمره على الساق الرئيسيه. اما المحاليق العلقيه اللي هي دي بنشيلها، تمام، اول باول كده، وبنشيل الافرع الجانبيه اول باول، ما بسيبش غير الثمار. دي ثمار يا جماعه اللي موجوده، دي ثمار، تلاقي حبات خيار صغيرة هي لسه يعني بتتشكل. دي القصة اللي بنتكلم فيها، واللي هي فيها يعني كلام كتير ولت وعجن كتير. هي العملية بسيطة خالص خالص خالص. في الأصناف السنجل بقى، هو ال60 سنتي اللي تحت دول بيشيلهم خالص، ما بخليش عليهم أي حاجة برضو إلا الورقة. وبيبدأ بعد ال60 سنتي اللي تحت دول او ال6 عقل اللي تحت دول بيبدأ يسيب الافرع الجانبية. بس الفرع الجانبي مش بيسيبه على طول الخط، لا، بيسيبه عقلة بحيث يبقى على الفرع الجانبي ورقة وثمرة، وبيقطع من نص العقلة التانية كده،
تمام، لمدة لطول متر كمان. بعد المتر اللي هو عمله بالطريقة ديت، يبقى أصبح النبات طوله 160 سنتي. المتر اللي قبل حمل المحصول بيبدأ يسيب عقلتين وورقتين وثمرتين على كل فرع جانبي. تمام، الخيط اللي شايفه ده هوت، في ناس بتربطه بسلك، احنا بنحطه في التربه كده بحته خشبه كده بنغرزه وخلاص، توته توته خلصت الحدوته. مش عايز اكلم كتير يعني، مش عايز اكلم كتير، في ناس تحب والله لت وعجن هو الخيار اصلا. واللي يقول لي احنا نلف مع عقارب الساعه، والبيت تاني يطلع يقول لك لا 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 ده عكس عقارب الساعه. انا عايز اقول لك يا عمي اللي ربنا يهديك، ايه فرقت ايه مع عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة؟ هي فرقة في ايه؟ اهم شيء ان الخيط يعدي على كل عقلة يا جماعة. خدوا الامور ببساطة. هو الوطن العربي هيتم في الوضع اللي هو فيه ده لحد امتى؟ خدوا الامور ببساطة خالص، الف مع حامل المحصول، مع الساعة، عقارب الساعة عكس عقارب الساعة، مفيش مشكلة خالص. ايه المشكل يعني؟ هو انت لازم تقرف الناس ولازم تعرفهم انك انت عالم يعني؟ العملية مش حابة يعني، لا فيها علم ولا فيها دراسة، ده عملية بسيطة جدا جدا جدا. عيل صغير والله لو وريته نباتين اتنين هيكمل زي الفل، تمام التمام. فما تعقدوش الناس يعني، المقصد من الكلام ما تعقدش الناس. قمة نامية عندك كويسة، عندك ساق رئيسي كويس، ده دليل النبات بتاعك محترم. تمام، اللف اريا او مساحه الورقه عندك كويسه واللون بتاعها كويس، بنلف على كل. يا جماعه اللي انا عملته ده الذره يعني؟ ده مش الذره. ما ف ف فكل واحد قرا كلمتين في كتاب ما يطلعش يعقد الناس. اهي فرع جانبي بنشيله حضرته، اهو بنشيل فرع جانبي اهو، ماشي. شايف بقى ده الطريقه اللي بقول لك عليها التانيه، ان هو هيشيل من نص العقله التانيه اهو، بيشيل من نص العقله الثانيه بعد ال60 سم الاولانيين. بس انا بعملها لك هنا مزاجا مجازا عشان تبقى عارف. بس شفت انا سبت ايه؟ سبت اهو ساق رئيسي، وده العقله الاولى اهي، تمام، وده عندك ثمره وورق اهي. دول من بعد ال60 سم الاولانيين بيبدا يسيب الافرع الجانبيه ويقصها كلها على كده، تمام. بعد ال60 سم الاولى في الأفر في الأفر في الأش في السنجل، وفي ناس على فكره في المالتي برضو بتعمل كده، تمام. اهو هي الساق الرئيسي، ده فرع جانبي، 7 عقلة وثمرة اهيت وورقة اهي، ده كل اللي سابه، ماشي. هو بحاول يكتر على الفرع على النبات لان عنده الصنف سنجل، فبالتالي سنجل يعني مطلع ثمرة واحدة بس على كل. انا شلته اهوت لان انا ما بربيش على الطريقة ديت، بس انا بوريها لك ازاي هو بيعمل. طيب بعد ال 160 سم بقى هو بيعمل نفس اللي حصل ده هوت، بس بيسيب عقلتين بقى، ما بيسيبش عقله واحده، بيسيب عقلتين، وبيطلع عند حامل المحصول يقص القمه الناميه، بتتفرع له منها كذا فرع، بينزل منها فرعين. دي قصه التربيه في الخيار بكل بساطه، كل اريحيه وبدون عصبيه والله. بس انا بتعصب علشان في بعض الناس لازم يمارس قصة اللي هو يعني نيوتن يعني، فهمني. فبالله عليكم الأمور بسيطة جدا جدا جدا، اهتم في الأمور اللي هي تبقى أصعب شيء، في الورقة والثمرة والساق الرئيسية. أنا بقول إحنا المفروض لو إن السعر عندك بطيء تشيل ال6 أفرع اللي تحت دول. لو النبات عندك ضعيف برضه تشيلهم يا جماعة، شيل ما تسيبش أي حاجة على ال6 عقل اللي تحت، بحيث النبات بتاعك يبقى كويس وقوي بدل ما يسرول منك، وهتفقد ال6 عقل وغير ال6 عقل بتوعك. فتبقى واخد بالك بس من القصة ديت كويس يعني. ده زي ما حضرتك شايف اهوت، خيار بسم الله ما شاء الله نامي كويس. ما تاخدش اللون طبعا اصفر عشان التصوير ضد الشمس، فاللون باين معاك كده، بس ما شاء الله حاجة تفرح يعني. بس وعلى فكره برضه نباتات الخيار مش لازم يكون الكل ازرق، في نباتات خيار اصلا بطبيعتها اصلا لونها اصفر. ما تهتمش يعني، اهم شيء القوه الناميه عندك كويسه. الفحص الدوري بالله عليك بالنسبه للعناكب وبالنسبه البياض الزغبي وبالنسبه لي المن والحشرات الصخيبة المصري زي الذبابة البيضاء والجسد والتمام،
تريبس والحاجات دي، دايما اكشف على النبات بتاعك ولو حتى كل يومين مرة، اتني الورقة كده من تحت وبص فيها من تحت، شوف في اشياء غريبة بتحصل ولا لأ. ده المفروض ان دي بقى شغلة المهندس الناصح بقى، اللي يقدر يتبين او يكتشف المرض مبكرا يعني، بدل بقى ما نختلف في حتة اصل والنبي عقارب الساعة لا عكس عقارب الساعة والهلوم الجرة دي يعني، مش عارف. في العمر اللي انت فيه ده هو حاجتين دايما، الفوسفور والكالسيوم والازوت تكون موفرة، بحيث انك انت ما يحصلش عندك تنفيل للازهار. اعتقد لو حضرتك ركزت هتلاقي بعض الازهار بدأت تطلع اهي، ماشي، البتلات بتاعتها الصفراء ابتدت تطلع. ف تاخد بالك من التسميد في المرحلة ده هي. تمام، ما تقوليش بقى انت عندك مكيف، هو مش فارقة مكيف من غير مكيف، الخير مش عايز حاجة، الخير بسم الله ما شاء الله بيجري من غير اي حاجة يعني، طالما الارض عندك مظبوطة والجذور عندك مظبوطة مفيش اي مشكلة، فالخير ما شاء الله بيبقى حاجة حلوة وحاجة تفرح يعني، زي ما حضرتك شايف كده. ده احنا مربيين وما فيش غير الورق، نبات طبعا كويس ومستوى التسميد عالي، فالورق والثمار بس على الـ